يا الله يا رب يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ارزقنا وأنت خير الرازقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حلك فارغ؟ أي يعني غير مضمد أنا إيش عندي مثلاً؟ هي كم سرنجة ولفاف و... أي؟ شنو شبيك؟ شبيك؟ التهي بمحلك، التهي بمحلك. إلهي كل من يموت بيومه يا رب، كل من يموت بيومه وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إلهي كل من وعمل، اللي يموت وعمل زين يفوز، واللي يموت وعمل مو زين بتاع يمك. لحظة بشرفك هذا دعاء مال واحد طالع من صباحيات الله، صدق كذب؟ غير قاتل مأجور يعني شلون تجيني أدعي؟ هذا دعاء مالتي. الله اللي يستر منك. الله اللي أنت القاتل المأجور؟ لا لا أنا القاتل، أنا القاتل، تفضل. السلام عليكم. حبيبي هلا بك عيني. أول مرة بحياتي أشوف واحد يتهمون غيره ويقول لا أنا المجرم. كان صادق اللي بقلبه على لساني، تفضل حبيبي. أخوي أريدك تقتل لي واحد. بس لازم تعطيني نبذة عن القتيل، يعني شو سبب القتل مثلا؟ أخوي قتل واحد. أي؟ أخ اللي قتله أخوي ضوجنا تعبنا يومين بيشتكي علينا، نريد هسه شنو؟ أريد نقتله. ها ولا أشوف أخوه مقتول خطية، قاتله واحد فيردون ياخذون بثاره. لا لا مو أخوي المقتول، أخوي قتل واحد، أريد أقتل أخ اللي قتله أخوي لأن تعبنا. ها إيه مو قلك ذاك المقتول اللي قتل أخوه مشتكي عليهم؟ والله عليك يعني قاتلين أخوي يروح يشتكي؟ ما أذيهم ولا يهمك حبيبي، خلاص اعتبره قتل. أريد منك بعد شغلة. بعد قول تفضل. ابن عمي باك سيارة واحد. إيه. هذا الواحد السوى. إيه. السوى. إيه. رفع دعوة على. لا 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 شو إيه. وما يقبل يتنازل على الدعوة. أريد نقتله. ولا يهمك يعني باقيين سيارته يروح يشتكي يعني والله أخوي ولا يهمك، هذا ما راح ينقتل دلل. زين ذول إيش قد السعر مالتهم؟ كل واحد ورقة. إيش دعوة؟ لا أخوي إيش دعوة؟ كتلتهم سهلة وماكو حد يسأل عليهم. خلاص أخوي عاد روح أنت اقتلهم. لا لا أخوي أنا ما فارغ عندي الشغل، أنت اقتلهم. كل واحد ورقة وانتهى الموضوع، حس أعطيني ورقة وعد ورقة بعدين. إن شاء الله. أوكي وأعطيني هم العناوين مالتهم. هذا عنوانهم. إيه. وهذا العربون. أها. زين منو اللي بوقته سيارته ومنو اللي قتلته؟ مو مهم، المهم تقتلهم. خلص صدق شو المهم؟ حاكي اي واحد ينقتل. اي ولا يهمك ده. دير بالك على نفسك. حبيبي الله الحافظ، ان شاء الله الله الحافظ. اقول لك احمد صدق كذا بس يعني ما لقيت الا هاي الشغله. صح انا مكنت حرامي كنت كان الشغل انظف، بس الله لا يعطيهم ذولا. يا اخي سووا الكاميرات وقطعوا رزقنا والله. اي. شلونك احمد؟ يا هلا يا هلا ومرحبا، هلا ابراهيم شلونك؟ شو اخبارك؟ عيني ما تجيني اقيس لك الضغط. بس بس لا تخلي عينك على معاملي خصوصا رحيم. اعرفها من كنت مهرجي تتذكرين؟ قولي تردين. اريد اكثر رجلي. رحيمه عطالت رجل تكتلينه كافي. احمد ما اريده، ما اطيقه، ما احبه، اريد اخلص منه اليوم. اوكي اخلصك منه بس مو اليوم، اليوم عندي ازدحام بالقتله، باكر باكر ان شاء الله. ومنو قال لك اريدك انت اللي تكتله؟ هاي قبل ناجر الناس على مود يكتلون، هسه نكتل بيدي انا. صحيح انت ما متابع الاخبار؟ صار سنه سنتين تقريبا النسوان هن اللي قتلن صارت. اللي بعدها طبعا تقتل زوجها، تقتل زوجها، تقتل. اي اوكي العدل من جايتني يكون. اريد سكينه زينه. سكينه؟ ما عندي سكينه بالمطبخ. عندي سكينه بالمطبخ بس بعدين شلون استخدمها؟ تلعب نفسي. اي صحيح، شلون تقصين بها زلاطه؟ عيني رحيمه ليش ما تجين يعني اطيح حبوب ضغط الدقين الى بالاكل؟ شنو تقطع رزقي؟ الله يخليك قاعد واسكت. جاب هاي السكينه هاي وبس، هذا ثالث واحد بعد مالك حجه. اوكي ورا ما تقتلينه نتزوج، مو مثل شوف شو تسوي دائما ورا ما اقتلها زوجها ترجع شو تسوي؟ تقول لي يا زوجك زوجك، تخلص العده وتضرب نبول. ايش بك احمد انت مخبل؟ انا بتروح تقتلك انت على وقت قتليني خل تقتلني ولا هذا المقابل وجهك. يلا هدي الله اودعناكم. هلا عيني هلا مرحبا. زوجي انقتل، ابو بيتي راح، عمود البيت طاح، الله لا يعطيهم الحرموني منك. مو نسوان اخويا ما تكذب منهم، الصدق من الكذب. اي نعم نعم. الو هلا مرحبا. هلا حبيبي شنو تي دقاقه؟ حبيبي الله يخليك، انا مو مكتب لاحياء الاعراس والحفلات، انا مكتب قاتل ماجور. ها دقاقه يدقون بيت يا حبيبي الدلل ولا يهمك ولا يهمك، ان شاء الله نزودكم بالزلم والسلاح الدلل، بس اعطيني مساحه البيت اوكي حتى اعطيك زلم على قد البيت. اوكي هاي وحده، والقضيه الثانيه بس رايد اعرف شغلات معينه، السلاح علينا لو عليكم، النقل علينا لو عليكم، قطعه الشارع علينا لو عليكم. اي مو هاي لا، ها هو الشارع مقطوع من قاعه ولا يهمك حبيبي. اوكي العاد راح ادز لك ان شاء الله الزلم وادز لك وياهم واحد مصور. اي ليش عم تنزلوها بالفيس وتخلون اياها شيلات حبيبي الدلل من هاي العين قبل هاي العين. اهلا وسهلا بك يا مرحبا. هاليوم جاي يسوون بالدقات يطلعون واحد مصور يصور الدقه شكل وش يسوي وينزلوها بالفيس وياها شيلات. حنا الاسود اللي تسود ما يهمنا عيني الحزود، ني الاسود اللي تسود. السلام عليكم. هلا حبيبي هلا مرحبا وسهلا. رايدك بشغله ولا يهمك دلل حبيبي. قول رايدك تذبح حبيبي. انا مو ارهابي، انا قاتل ماجور يعني ما اذبح اقتل بس.
تذبح الخروف. الخروف. يعني واحد خواف. انتوا ما قلت لي اذا واحد خواف رجال. لحظه عيني لحظه، هو يريدك تروح تذبح له هذا الخروف الحيوان يعني الماء ما 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 ها ها ايه. بس انا مو قصاب، جابني على السالفه يا معود. نفس الشيء انا اريد واحد ايده خفيفه. هذا ايده خفيفه مو بالاوبر، ايدك خفيفه روح. لا يا معود لا، هاي قدام اقول خروف. انا اريدك تقتل مرتي. مرتي ايه، بس شنو اريدك ترميها اكون من بعيد، اكون بسرعه تموت ما تتاذى. بابا قلبه حنين يعني ما وهذا الحب يعني حتى متكتله لازم. هاي انت ناوي ادور عليك؟ قلت لك ما وديك البيت اهلك، يعني ما وديك البيت اهلك. انا اللي راح اوديك لهلك. سهلي ميتين. ادري. يلا. امشي. بس رحيمه الله يخليه يطلقك قبل ما تموتينه، حتى العده تصير اقل. ونتزوج بسرعه. واو. واو.